اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في الحياه اليوم. طول عمرنا كمصريين لما بنتفرج على الافلام الامريكاني في نوع من الافلام قايم على التغيرات المناخيه. طول عمرنا كمصريين لما نشوف عاصفه بتنقل محطه بنزين من مكان تقلعها من مكان تحطها في مكان، او نشوف فيضان يقلب ويغرق بلد كامله، نقول ان ده شغل افلام امريكاني. المصريين اتعودوا دايما انه التغيرات المناخيه الحاده بهذا الشكل يشوفوها يا اما في فيلم يا اما في خبر عن دوله اخرى تماما، ولكن احنا مش عارفين انه المستقبل ممكن يحطنا احنا في قلب التغيرات المناخيه دي. بقول لحضراتكم الكلام ده لانه مؤخرا على مدى الثلاث او الاربع ايام اللي فاتوا كان في عنوان غريب جدا ولافت جدا. العنوان ده هو المياه النادرة والمياه الثائرة. ده عنوان لإزاي المصريين هيتعاملوا مع نوعين من المية، ندرة المية وثورة المية اللي ممكن تغير شكل الساحل الشمالي المصري كله. العنوان كان هو المؤتمر اللي تم في الحقيقة، وكان شغل كبير جداً تم في برعاية الأمم المتحدة في إسكندرية، والكتب وجهات نظر، مجلة الكتب وجهات نظر اللي نظموا هذا المؤتمر واستضافته مكتبة إسكندرية. الناس اللي هناك ناس علماء بشكل مباشر كانوا بيدرسوا سيناريوهات مختلفة، إزاي ممكن نتعامل مع غرق الدلتا، وهل غرق الدلتا ده بالفعل سيناريو مطروح ولا لا. وسط كل السيناريوهات دي في الحقيقة في سيناريو آخر ظهر من خلال الدكتور عصام حجي، لأنه كان موجود على CNN بارح وكان بيتكلم على أنه إحنا ممكن نلاقي علاج لكل مشاكل الأرض في الفضاء. النهاردة عايزين نعرف هتغرق ولا مش هتغرق، إزاي هنتعامل مع هذا الموضوع، وخصوصا أنه في سيناريو مصري 100% بيقول، وده اللفظ اللي استخدم في المؤتمر، أسعدني الحظ والشرف أن أنا كنت موجود، أنه اسكندرية مش هتطرطش. ده لفظ اتقال، اسكندرية مش هتطرطش. احنا النهاردة عايزين نعرف هنطرطش ولا هنغرق، وهيساعدنا في كده ضيوفنا الخبراء الكبار. معانا النهاردة الدكتور عصام حجي، الحمد لله انه موجود لمدة 72 ساعة بس في القاهرة من ناسا. برحب بوجودك معانا مرة تانية في الحياة اليوم، اهلا بيك يا دكتور. برحب ايضا طبعا بالدكتور خالد عالم الدين، استاذ علوم البحار في جامعة الاسكندرية واحد اللي اشتغلوا على السيناريو المصري، ارجو انه تكون على حق ان شاء الله. شكرا جزيلا على وجودك معانا. وايضا طبعا برحب بالمهندس ضياء القوسي، مستشار وزير الري ونائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وهنتكلم في مساله ندره المياه تحديدا مش ثورتها. قبل ما نبدا نتكلم في السيناريوهات هنبدا مع معلومات مهمه قوي في الحقيقه قالها الدكتور اسماعيل سراج الدين في الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر اللي تم زي ما قلت لحضراتكم من خلال الامم المتحده، كتب وجهات نظر ومكتبه اسكندريه. معلومات هائله قالها بشكل سريع جدا وتلقائي. وجود كم هائل من الميه على الارض، المياه العذبه قليله جدا لا تمثل الا 2.5% من كم المياه في العالم. بس خدوا بالكم ال 2.5% دي تلتينها موجوده في الجلاسيرز والايس كاب، سواء في انتاركتيكا او في القطب الشمالي، واللي بيسيح في القطب الشمالي طبعا بيسيح في البحر المالح فلا تاثير له بالنسبه لاستعماله، وان من الباقي التلت الباقي تلتينه بيختفي في التبخر او الايفاكو ترانسبيريشن اللي هو التبخر المباشر او التبخر عن طريق ورق النباتات. لا يبقى لنا كبشر الا حوالي 40,000 كيلومتر مكعب اللي هي ربما تبقى نقدر نوصل لها كبشر. 40,000 كيلومتر مكعب دول 20% منها في مناطق بعيده عن التواجد الانساني، ولا اظن ان احنا عايزين نستعملها، فيجب ان نحافظ على شيء من الويلدرنس في العالم ده. ال 80% اللي باقيه ثلاث ارباعها بتاتي بصوره فيضانات. يعني حتى ال 80% اللي باقيه دي ثلاث ارباعها بيجي بصوره فيضانات وتؤدي الى مشاكل ولا نستفيد منها كثيرا. والربع اللي تبقي المتبقي ده اللي هو 8000 متر كيلومتر مكعب من الفيضانات بالسدود بنقدر ناخد 4300 كيلومتر مكعب، فالباقي كله على 12500 كيلومتر مكعب. ده اللي ممكن نقول ان النظام الهيدرولوجي بتاع الجزيرة الى يومنا هذا من غير ما ندخل فيه التغيرات المناخيه المتوقعه، الصوره كما هي الان هي 12500 كيلومتر مكعب. فده
متوافر للإنسانية. ده اللي متوافر للإنسانية ومش عارفين هنتعامل معاه إزاي. أنا هبدأ بشكل مباشر مع الدكتور عصام حجي. قلت لي كلمة في التليفون عايز أبدأ بيها الحوار في الحقيقة، إنه إحنا دلوقتي عندنا سيناريوهات مختلفة لكن الحلول ممكن تجي لنا من كوكب تاني خالص، هل ده صحيح؟ هي بالنسبة وعملي ولا خيالي؟ هو مش خيالي، لأن إحنا لازم نعرف نفهم كوكب الأرض كجزء من مجموعة الكواكب اللي هي تكون المجموعة الشمسية، هو ينتمي إلى هذا المجموعة ويشترك فيها في نشأته وتطوره في العديد من الخواص والظواهر اللي مرت بها الكواكب الأخرى. فلو جينا مثلا نشوف إن كوكب المريخ كان في يوم من الأيام كان هو الكوكب الأزرق من المجموعة الشمسية وكان عليه مياه واختفت على أزمنة طبعا جيولوجية بعيدة، فعايزين نقول طبعا إن كل كواكب المجموعة الشمسية بلا أي استثناء مرت بتغيرات مناخية وتمر بتغيرات مناخية على أزمنة في بعض الحالات تكون ملايين السنين، في بعض الحالات تكون آلاف السنين، كما شاهدنا طبعا في اختفاء المياه في القطب الشمالي لكوكب المريخ، وده كان بحث كان منشور في الصفحة الأولى لمجلة ساينس، وكان طبعا مجموعة العمل اللي احنا كنا بنعمل فيها، واللي كان طبعا الهدف من دراسة التكوينات الجليدية في قطب كوكب المريخ أثبتت أن المياه وجدت على كوكب المريخ لمدة ملايين السنين لكنها اختفت في آلاف السنين فقط. طيب بمناسبة أن أنت بتكلم على بحث مشهور في مجلة ساينس، ودي من أشهر المجلات الدورية العلمية المعترف بها في جميع أنحاء العالم، ببساطة شديدة بقى كده عشان الناس وهي بتتابع معانا، احنا بنتكلم عن أنهي سيناريو الأقرب للتحقق؟ سيناريو أن الدلتا تغرق والساحل الشمالي المصري معالمه تتغير، ولا سيناريو أنه لا الكلام ده مش هيحصل؟ احنا بس أنا عايز أقول وطبعا أنا بدخل في الموضوع على طول، يعني وإحنا هنا في وجود العديد طبعا من الخبراء المصريين في الموضوع ده، مش عايزين نستهي السيناريوهات التهويل واللي هي والغرق والدلتا، لو غرقت مش هتغرق لوحدها، لما تغرق الدلتا هيكون يعني شمال افريقي برضو معرض لنفس الموضوع. اتكلم على الساحل الافريقي كله، يعني هيكون ان في ارتفاع للمحيطات بشكل بشكل مهم قد يؤدي الى ده هيكون في ازمنه جيولوجيه بعيدا نوعا ما عن اللي احنا طبعا يعني بعيده، يعني في رايي الشخصي ان قد يختفي الانسان قبل ما ترتفع المحيطات وقبل ما يحصل الذوبان والحاجات دي كلها. ممكن الكلام ده يحصل في 10 سنين وممكن يحصل في مليون سنة، احنا محتاجين لدراسات وابحاث نقدر نحدد بيها الوقت الزمني. بس هل احنا عندنا اي مؤشرات ان احنا الكلام ده ممكن يحصل في 10 سنين؟ الكلام ده بيحصل حاليا، ان في ذوبان الجليد دي حقيقة ما فيهاش اي بس شيء، بس هيؤدي للنتيجة الكبيرة دي؟ يعني هيؤدي بقى الامباكت بتاعه ايه، يعني الاثر بتاعه الأثر فعلا هيكون ايه، ده في دراسات طبعا في الاقمار الصناعيه اللي هم جيزون 1 وجيزون 2 اوبكس 1 و 2 اللي اطلقتهم الجيت بروبالشن لاب اللي هو المعمل اللي بعمل فيه في ناسا، وفي نفس الوقت الدراسات اللي عندنا كلها بتتيح فتره 10 سنين من الدراسه، هي غير كافيه لرسم مستقبل يعني تطور وارتفاع المحيطات في كوكب الارض. بس انا عايز اقول على حاجه، انا سمعت طبعا ان في اختلاف في الراي وفي علماء كتير، عايز اقول لك ان انا ما كنتش متخيل ابدا انه في اجتماع بيضم نخبه علماء انه الحكايه توصل لهذه السخونه. العلماء دايما بيتكلموا بشكل يعني ايه هادي جدا وكده، لكن مره واحده لقيت الدنيا ولعت. كنا على فكره في قاعه الانتظار برضو كنا قاعدين بنتكلم في نفس الموضوع ده، ان اختلاف العلماء او اتفاقهم يجب يعني من زماننا شيء مهم، اللي احنا يجب ان نمول هذه الابحاث وندرسها عشان نعرف الحقيقه. ما نقولش ان عشان ما هم مش متفقين يبقى الموضوع ده مش هيحصل واحنا كده نستغنى عن العلم، خلينا زي ما احنا وخلينا ماشيين كده. طيب. عايز اسال الدكتور خالد. دكتور خالد، لما اتقالت كلمه اسكندريه مش هتطرطش، كانت القاعه وانا كنت قاعد في القاعه، كان في علماء من الناحيه الثانيه صاروا وقالوا ان ده مش ممكن، السيناريو الدولي سيناريو شبه مؤكد، احنا بنين السيناريو المصري على اي اساس إنه اسكندرية مش هتطرطش؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو بصراحة الموضوع في مجموعة من الحقائق اللي بيغفلها الناس، وحصل فيه فعلا نوع من المبالغات الشديدة إن التغير المناخي أصبح من المسلمات لدى الكثيرين، هذا لا شك فيه. إن مصر من أكبر المتضررين من التغيرات المناخية من أكثر من جهة، منها جهة ندرة المياه، ومنها جهة ثورة المياه، منها تهديد الدلتا. الدلتا فعلا أرض منخفضة في مناطق كتيرة في شمال مصر، هي بالفعل تحت مستوى سطح البحر. المناطق اللي هي خلف اسكندرية تحت مستوى سطح البحر من نص متر إلى 2 متر، وإحنا عملناها من
200 سنة من أيام محمد علي حائط عشان يحميها من الغرق. خلال التاريخ الحديث استغل الإنجليز معرفتهم بطبوغرافية المنطقة لإغراق المنطقة حول الإسكندرية مرتين، مرة أيام الحملة الفرنسية، وفعلا فتحوا سور محمد علي وغرقت المنطقة حول الإسكندرية، ومرة كانوا هم جايين في حملة فريزر وفتحوا مرة تانية علشان يحموا نفسهم ويحاصروا نفسهم في الإسكندرية. ففهم طبوغرافية المنطقة اللي هي طبوغرافية أحيانا بسيطة جدا، احنا بنتكلم في نص متر يعني وسنتيمترات يعني. يعني تضاريس المنطقة اللي هي من عينة التضاريس الدقيقة للغاية، بتكلم في سنتيمترات، ما هيش في جبال وهضاب. احنا عندنا مجموعة من المزايا الطبيعية وإن كانت بشكل متواضع، ولكن فيها قدر من الحماية لو استغلناها. عندنا الكثبان الرملية، أيوة، عندنا البحيرات يعني الشمالية. حضرتك دلوقتي بتتكلم السيناريو ده ممكن يحصل، بس احنا ما بنستغلش الحاجات اللي تقدر تحمينا، ولا بنستبعد تماما مسألة غرق الدلتا، بنستبعد تماما غرق الساحل الشمالي؟ لا، احنا ما نقدرش نستبعد تماما، لان في تغيرات مناخية ادت الى ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة تمدد المياه، نتيجة الحرارة ونتيجة ذوبان السلوج. فارتفاع مستوى سطح البحر اكيد، ولكن احنا بنتكلم في المعدلات. المعدلات هل هي 30 سنتي ولا هي متر؟ طيب خلال 100 سنة. فإحنا عملنا مجموعة من الأبحاث من خلال جامعة اسكندرية، قسم علوم البحار بالتعاون مع قسم البيئة، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مجموعة نخبة من العلماء، قمنا بمجموعة من الأبحاث تقوم على قياسات فعلية من سنة 1923 إلى 2007 لمستوى سطح البحر، لمعرفة معدل زيادة مستوى سطح البحر النسبي بالنسبة للأرض المصرية. فالزيادة من 23 إلى 2007 كانت قد إيه؟ كانت 19 سنتيمتر 19 سنتي أمام الإسكندرية و 27 سنتيمتر أمام بورسعيد. طيب أنا حضرتك اتكلمت عن عدد من الهيئات اللي عملت، ولكن في نقطة، الزيادة دي لو هي زيادة خطية يبقى إحنا قدامنا 19 سنتيمتر فقط أمام إسكندرية خلال 100 سنة، إنما الزيادة دي متسارعة، يعني في ازدياد بتزيد. في ازدياد. طيب خلينا نتكلم، ولكن معدل الازدياد نفسه محتاج لدراسات دقيقه. خلينا نتكلم عن ده الجزء اللي احنا خلينا نتكلم عن الجزء ده، بس انا عايز اسال المهندس ضياء في الحقيقه، وحضرتك كان ليك خبره عمل كمستشار لوزير الري، انا عايز اسال بقى حضرتك على الطرف الحكومي في الحقيقه. هل الحكومه في اي لحظه من اللحظات بتدرس الحاجات دي، ولا بتشوف العلماء من بعيد بيشتغلوا؟ لا، وهم العلماء بينتموا ليه؟ ما هم العلماء في الغالب، يعني الدكتور خالد النهارده ما بيشتغل في 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 جامعه حكوميه. انا هرتاح والناس انا هرتاح لتقرير وبحث الدكتور خالد، ولا هاخد السيناريوهات الدوليه بشكل لا مصر جد. مصر ليها يعني رياده قد لا تكون موجوده لكثير من دول المنطقه. انا اتصور ان الجهات اللي تبحث هذا الموضوع في الوقت الحاضر هي الجامعات، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، معهد علوم البحار ده تابع للأكاديمية قطعا، وزارة الموارد المائية والري عندها الهيئة العامة لحماية الشواطئ ومعهد بحوث حماية الشواطئ، وأنا أتصور أن هناك أكثر من هؤلاء يعمل في هذا المجال. الـ 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 الحاجة الوحيدة اللي نقدر يعني أساهم بها في وجود متخصصين زي الدكتور عاصم الدكتور عصام والدكتور خالد إن القضية نفسها قضية بسيطة جدا. بسيطة جدا؟ جدا، هي على 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 قدر ما يثار حولها من التعقيدات، إنما هي بسيطة. ليه؟ لأن يعني كيف وصل العالم لهذه الحقيقة؟ وصل بأنه قال والله يا أخواننا منذ بدأت الثورة الصناعية لحد النهاردة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو زاد. لما بيزيد تركيز ثاني